وفي النجف افتتحت مديرية الأحوال المدنية المكتب الإلكتروني لإصدار نسخ من الجوازات الإلكترونية ضمن خطة حكومية تهدف للتخلص من التعاملات الورقية، حيث بإمكان هذه التجربة التي ستطبق تباعا في بقية المحافظات أن تختزل أكثر من 80% من خطوات ترويج المعاملة. كل فترة أيام أو أشهر راح نغير الحجز وحسب النسبة وحسب المراجعين. افتتحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة النجف الأشرف مكتبها الإلكتروني لأبناء المحافظة. هذا المكتب الذي راح يخفف عن أعباء المواطن، راح يخفف من المعاملات الورقية. كل معاملاتنا إن شاء الله راح تكون إلكترونية. آلية التقديم على الجواز الإلكتروني، موقع يحجز المواطن بنفسه من خلال الموقع، يحجز على الجواز الإلكتروني نفس اليوم. بإمكان المواطن أن يجي يحضر، أول ما يعطوا تكت لغرض حجز، لغرض معرفة مكانه يا موظف المختص، يتقدم للموظف المختص، يقدم مستمسكاته الأصلية، بطاقة الوطنية، بطاقة السكن، ومن ثم تصويره، قزحة العين والبصمة. الجواز الإلكتروني جواز من الإنجازات العظيمة والمميزة، وهو جواز مبسط التكلفة، يعني مبسط العمل وقليل التكلفة، وما بيشتهادات بالنسبة للمواطن وبالنسبة للدوائر والتعليمات.